إذن ربما الطهاوي سرى في الرواق السابع في سباق 200 متر سباحة على الطار. سيد كاو، نعم، هي كانت عملت صباح وتأهلت للنهائي بدقيقتين و31 ثانية و29 جزء من 100. الآن نشوف الانطلاقة، يعني التنافس حيكون بالرواق الرابع والخامس، يعني اللي سباحات هذو اللي قاموا تحت دقيقتين و24 ثانية. نظن يعني واحدة من اثنين حتكون يعني في يعني حتحرز على المرتبة الأولى، يعني مقارنة بالرقم القياسي الذي هو دقيقتين 23 ثانية و16 جزء. هو الرقم القياسي كان حطم يعني في الصباح. نعم، دقيقتين 23 ثانية و13 جزء من 100 طريق ناميبيا. نعم، وبرك هنا دايرين دقيقتين 23 و26 منظمين. كيقول المنظمين ماشي الاتحاد الجزائري. نعم نعم، هي هنا يفالي ما اون با كوريجي، يعني ها 13 واللي هنا دوكا الرقم القياسي دقيقتين اللي تحقق صبيح حتى اليوم 23 13 يولي هنا في هذا المكان. نعم، اذا نشوفوا الجزائريه الطهاوي اللي متواجده في الرواق السابع، ربما المتسابقة الجزائرية كذلك ماهيش بعيدة كبير. أنا أطلب من صباح ضربة ناصف الاتحاد من المغربية فحصي هبة حتى الآن بعيدة نوعا ما فحصي هبة على باقي المتسابقات متبوعة بالمصرية أنجي. يعني في هذا الدورة الفريق المغربي قدم فريق يعني قوي، وهذه شوف فرق كبير. نعم، فريق قوي، وهذه عندي عندها بزاف مسارات يعني في السباحة. الآن يعني نضيف الفريق المغربي إلى الفرق يعني العربية والمغاربية اللي في شباب، هذا يعني هي قوة في السباحة. يعني كي نشوفوا النتائج تاع هذا الدورة نعم، شوفي فرق. لأن شوف وكأنها تسبح لوحدها وأنها في حصة تدريبية. يعني لي شوف يقول هكذا، لكن هي راهي تدير مجهود كبير على كل حال. وماميبيا تلتحق بالمغربية إلى جانب كذلك المصرية. يعني دقيقتين و20 ثانية زاد حطمت يعني المرة الثانية رقم الألعاب الإفريقية، يعني بفرق كبير بثلاث ثواني. وكما راني نقول في كل مرة، يعني المستوى الآن تاع الألعاب الإفريقية يعني راه في تصاعد كبير، يعني من شوك فوا يعني نشوفوا دي بيرفورمانس يعني على مستوى عالمي. إذا المرتبة الأولى لهبة فحصي من المغرب أنهت السباق بدقيقتين 20 ثانية و 73 جزء بالمئة. المرتبة الثانية من جزر موريس. شوف حتى اللي راهو يتكلم راهو غلط نوعا ما في تحطيم الرقم، لانه الرقم تحطم صبيحه اليوم دقيقتين 23 و16 جزء بالمئه، فيه خطا بين دقيقتين 23 و16 جزء بالمئه. لا راني يعني نبهتك، لا 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 بأس. فحصي هبه من المغرب تحصل على الميداليه الذهبيه في هذا الاختصاص 200 متر سباحه على الظهر، تركه الفضه لجزر موريس.